صح، اللي راح ممكن ما يوليش، واللي راب ما يعاودش يتبنى كيما كان. مرات يحكمنا شعور باللي الماضي كان احسن، باللي واش درنا من قبل ما نقدروش نعاودو نديروه ابدا. عرفنا احباب واصدقاء مشاو علينا وداو معاهم اللحظات الجميله. ياك اللي في القلب يقعد في القلب، واللي نحبوه يقعد عايش في البال. اه يا لو كان يرجعوا ليامات. الاحساس هذا يخلينا نركزوا على الماضي والحاضر وننساو الصح اللي هو المستقبل، وما نقدروش نعرفو كيفاش ووقتاش، بما ان الخير رايحه تتحلى لينا. مازال الحال باش نقولوا راح الحال.